من أهم وصفات العيد طبق مغربي بامتياز، ما يخطاح تدر مدغمر سهل منه مكان بطريقة مبسطة مع مريقة معلقة ديال الأعراس بالفواكه الجافة والصنع منزلي. لهذا سيدتي تابعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من لايكات ديالكم للتشجيع فقط ومن البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشترك الجدد اللي أول مرة كيدمر قناتي عجبهم أكيد المحتوى، مع اليوم إلي فعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندعو بركه الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. واول حاجه عندنا هنايا اللحم من الاحسن، يعني معروف هذا الطبق تنخدمو بالكتف او المليجات، يعني هذا الطبق هذا معروف ملي كنبغيو نديرو اللحم بالبرقوق او الفواكه الجافه كناخذو القطع ديال المليج او الكتيف اللي كيكونوا كيجيو فتيين وكيجيو ملخين كيف ما كتشاهدوا معايا. عندي هنايا هذه الكميه تقريبا واحد كيلو ونص حتى لجوج كيلو ديال اللحم اللي غادي نديرو بهاد المكونات. عندي هنايا شعيرات ديال الزعفران اللي فرغت عليهم الماء غليان وخليتهم يرتاحوا تقريبا واحد جوج دقائق حتى كيطلق فيهم داك الزعفران، وكنفرغوه في واحد اناء او واحد الفول اللي غنمزجو فيه المكونات ديال التتبيله ديالنا. عندي واحد ربعه الفصوص ديال الثوم، ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وملعقه صغيره من سكينجبير مملوءه جيدا، وملعقه صغيره ممسوحه من الابزار، كذلك كنحتاج ملعقه كبيره من العطريه ديال المروزيه. عندي هنايا ملعقه صغيره ممسوحه ديال السمن، ما يكونش داك السمن الزعيق الحار، يعني يكون ما بينه وبين، الا كان عندكم زعيق ديروا غير راس معلقه صغيره ديال السمن تكفي. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا داك التتبيله وكندوزها كنمررها كلها هي في داك القطع ديال اللحم اللي عندنا، ما نديروش الزيت في هذا الاثناء نهائيا باش كتدخل لينا داك التتبيله وكتشرب لينا في اللحم كله، هو ضروري ما نقومو بهاد المرحله هذه. وإلا كان عندكم الوقت ممكن تبلوه ونخليه واحد ساعه او ساعتين كان احسن، ما عندكمش الوقت غادي تبلوه تخليه تقريبا غير واحد 15 او 10 ديال الدقائق في هاد التتبيله كما غندير انا، ما عنديش الوقت مع التصوير خليته تقريبا غير واحد 10 ديال الدقائق في التتبيله على خاطرو. كناخذو هنايا الطنجره ديال الضغط اي الكوكوت، ممكن طيبو حتى في القميله بشكل عادي بلا ما نسدو عليه. عندي هنايا واحد جوج حبات من البصل اللي مفرومين ما بينه وبين رقاقين واحد شويه، وعندي عويه القرفه واحد ورقه وحده من ورق الغار اوراق سيدنا موسى او اوراق الراند وحيده، وكنستو هنايا داك الحيمه ديالنا فوق البصيله، وكنضيفو داك التتبيله او داك العطريه اللي درنا كنزيد ليها واحد كويس اخر ديال الماء، وكنضيفو كندير الطنجره ديالي على نار اللي تكون متوسطه حتى كتولي تبقبق، يعني كتولي داكشي كيتشحر. والزيت راني وريتو لكم ما درتوش في الاول حتى كنبغي نسد الطنجره، كنبغي نسد على داك الحيمه، عاد كنضيف الكميه ديال الزيت حوالي تقريبا واحد نصف كاس ديال الزيت ممزوج ما بين الروميه والبلديه او نديرو غير البلديه، وانتم لكم الاختيار، انتم الزيت على حسب اللحم ديالكم واش فيه الشحمه مشحميدوم ولا لا، ضربوا وقيسوا. درت انا هنايا قل من نص كاس تقريبا ديال الزيت، عاد كنمرق كنزيد نضيف واحد جوج كيسان على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندي اللي غادي يطيب ليا في واحد الوقت وجيز، وكنسد عليها الطنجره مزيان مزيان. كندير هنايا الصفاره ونخليوه يطيب على خاطرو، تقريبا خدا مني واحد ساعه لارب باش طاب ليا وتملخ ولا هو هذاك. وهذا هو المشمش اللي سبقت ودرجت معكم تحضير منزلي، راه باقي وقته، باقي عندكم فرصه فاش تحضروه وتحتفظوا به حتى لسنه بدون ثلاجه. شوفوا كيولا يعني فرق ما بين فاش درجته معكم كنت زربانه ودابا ولا هو هذاك. كناخذ الكميه اللي بغيت لان خديت هنا غير خمسه د الحبات حيت باقين عندي معسلات اللي غادي نزين بهم هاد الطبق، وهذا هو العسيله اللي كنطاب فيها باش حضرنا المشماش. قلت لكم حتى حاجه ما كضيعش، يبقى لينا هاد العسيله او هاد السيغون سقيو به لي طارت لي كيك بزاف ديال الوصفات، وكذلك علاش لا كنعسلو به نفسه هو المشماش ديالنا. كندير واحد كاس الماء واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثه من داك العسيله او السكر،
وكنديروا على نار مهيله حتى كيتعسي لينا على هذا الشكل هذا هو الكيوي. كذلك غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الكيوي والمشمش وكذلك ديال الباكور المعسل وديال ماتيشا سوريز. يعني كل هذه المعسلات تحضيرات منزليه 100% وناجحه اكيد. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما الفواكه الجافه او المعسلات اللي غادي نزين بهم الطبق. وهاد الباكور كنت مرقده في هاد القريعه في العسيله ديالو، يعني حتى كنبغي نزين به عاد كنجبدو. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما دازت تقريبا ساعه قل ربع المريقه ديالنا خضرات وتعلكات والصوره راه هي قدامكم. يعني ملي نبغيو نحركوا الاناء او القميله او الكوكوت غير بيدينا، ما بقاوش نقلبوا ونشقلبوا بالمعلقه او بالمغرف، كيبقى يتفتت لينا داك اللحم على العظم وجينا الطريطفات ما مقادينش. شوفوا لي ضربوا لي زوموا لي على المريقه راها كتجي عاقده، ومازال غنخليها تقريبا واحد 4 دقائق او 5 تزيد تختار وكتعلق. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما اختارت لي داك المريقه وتعلكات هاد اللقطه مشات ليا، كنزيد نضيف واحد جوج معالق كبار ديال العسل، كيبقاو اختياريين. جوج معالق كبار ديال العسل كيف ما كنعرفوا ماشي بحال المروزيه كتجي معسله، وسبق ليا ودرجتها معكم كذلك حتى هي غنخليها لكم في رابط صندوق الوصف، كتكون معسله. هذا كيكون ما بين الحلاوه والملوحه، يعني الفواكه اللي غنزينوا بهم حلوين، وتا المريقه كتكون مزيج ما بين الحلاوه والملوحه، ولكن كتكون غالبه عليها الملوحه على الحلاوه. ديروا ما بين معلقه حتى لجوج ديال العسيله، من احسن تكون نوعيه مزيانه باش كتجينا داك المريقه ملب. يعني تا كنقربوا نطفيو عليه النار كنديروا داك المعلقه او زوج ديال العسل ونخليوه يغلى واحد شويه واحد دقيقه ولا زوج، عاد كنديروه في طبق التقديم. وكيف ما كتشاهدوا قدام عينيكم المريقه ديالنا كتجي خاطره، ما ميدماش، ما غالبش عليها الزيت وما غالبش عليها الماء والزغاريت كيف ما كنقولوا. كتجينا واحد المريقه غتاكلي عليها صبيعات يديك. بالنسبه للمبتدئات اللي كيخلعهم طبق ديال نسميوه اللحم برقوق او اللحم بالفواكه الجافه، هذا هو السهل والسريع والبسيط وبلا تعقيدات، كيجي خطير جدا، كتجي فيه واحد النكهه رائعه. بالنسبه للطبق الملح تيبقى حسب الذوق، ما ذكرتوش فاش كنا كنصبوا الملح، تيبقى اختياري، كديروا الملحه على قياسكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا الفواكه الجافه اللي حضرناهم كلهما في البيت صنع منزلي 100%، كنزينوا بهم الطبق ديالنا وشويه ديال اللوز محمر، هذا هو الطبق ديالنا التقليدي، غير ما حاضرش فيه البرقوق. قلت علاش لا؟ لاننا قلنا نديروا شي حاجه منزليه، عسلنا المشمش والكيوي وماتيشا سوري، شي حاجه اللي جديده وكتكون حتى المنظر ديالها انيق. كيف ما كتشاهدوا معايا وهذه هي المريقه ديالنا خاطره ومعلكه، اما الريحه ديالها الله الله، يا ريت كان الفيديو يوصل لكم الريحه ديال هذه المريقه المعلكه المحمره المجمره، يا سلام. نتمنى طبقوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم بطريقتي وطريقه ديال الوالده، يعني هذه ما فيهاش تغييرات او اضافات او تحسينات او ندخلوا على الجيل الجديد ونقصوا ونزيدوا فيها، هذه هي الطريقه. باش حليت عينيا وشفت الوالده ديالي الله يخليها ليا ويخلي لكم جميع امهات ديالكم باش كتحضر اللحم بالبرقوق، وحضرتو انا بنفس الطريقه والمكونات والمقادير. كنتمنى ينال اعجابكم الطبق او الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط ومن البارتاج باش تعمل فائده على الجميع. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه صويريه، ودمتم في رعايه الله.